محمد حيدر تنقطع مرة أخرى من اللاعب ديباروف. ديباروف في عيته لإسماعيلوف. إسماعيلوف يسيطر على الكرة الآن، يلعب الكرة طويلة ملعوبة، الكرة رأسية تلعب عند اللاعب تاجايف. تاجايف يعيد الكرة لديباروف. ديباروف يحاول، شوف بدأوا يلعبون باللاعبين. ديباروف جول جول ديباروف. أنا أريد أتكلم، أريد أقول إنه بدأوا يلعبون بتاجايف وباكايف اللي هيئون كرات إلى الخلف إلى القائد سيرفر ديباروف، وسيرفر ديباروف يسجل الهدف الأول بالدقيقة 63 من عمر المباراة. ديباروف يسجل الهدف الأول وتشتعل مدرجات ملعب وانبيكور بتقدم المنتخب الأوزبكي بالهدف الأول. كنت أقول أن الفريق في شوط المباراة الثاني بعد دخول اللاعب تاب جايف وتحرك اللاعب باكايف بدأوا يلعبون ويبادلون المراكز، يربكون دفاعات المنتخب اللبناني ويهيئون كرات إلى الخلف للاعب سيرفر ديباروف اللي كان يسدد، وهذه واحدة من الفرص اللي يتمكن من خلال أن يسجل الهدف الأول. شوف الكرات وكرة لعبها رغم شوف 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 الكرة اللي غيرت مجراها ومرت على يسار الحارس عباس حسن وتعلن تقدم المنتخب الأوزبكي بالهدف الأول. كرة شوف ملعوبة ترتطم بالمدافعين وتغير مجراها وتباغت الحارس عباس حسن وتمر على يساره ويتقدم من خلالها المنتخب الأوزبكي بالهدف الأول. إعادة من زاوية أخرى، شوف بدأوا يلعبون بهذه الطريقة، يلعبون ويهيئون كرات ويحتاج المنتخب